سجن بدر أصبح مقبرة جديدة للمعارضين المصريين. بنت رجل الأعمال صفوان ثابت بتنشر على حسابها على الفيسبوك امبارح بوست بتتكلم فيه عن المأساة اللي بيعيشها والدها في سجن بدر. بتقول الصورة هتطلع قدام حضراتكم: في أول زيارة البابا بعد نقله لسجن بدر أنا مصدومة وخايفة على حياة أبويا، أحواله النفسية والصحية في تدهور، ده كله فوق الحبس الانفرادي والعزلة التامة ومنعه من التريض. المروحة شغالة 24 ساعة، بابا بردان حتى باللبس الشتوي، النور النيون مفتوح الليل من النهار ومش بينام، كاميرا 24 ساعة، ده شيء غير آدمي، حتى المصحف سحبوه منه، بابا رافض كل الأكل اللي جبناه ومع الأسف رجعني بيه. ابن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بينشر أيضا بوست آخر على الفيسبوك بيتكلم عن معاناة والده مع نفس السجن. نشوف كده الصورة تطلع قدام حضراتكم. الوضع قاتل، دي الكلمة اللي أبويا قالها لإخواتي قبل ما يدخل الزيارة ويلاقيها من خلال الحاجز الزجاجي والتليفون فيقرر الامتناع عن الزيارة. اللي أخده نفذ قرار نقل أبويا من سجن المزرعة لسجن بدر متجرد من كل شيء ويتحاكم بتهمة القتل العمد، نقل بدون ملابس ولا غطاء ولا أي متعلقات شخصية، نقل باللبس اللي لابسه فقط، نقل لزنزانة انفرادية بمرتبة على الأرض من غير أي تجهيزات، من غير سرير ولا حتى كرسي أو تلاجة أو كانتين، فقط التعيين، أكل التعيين، زنزانة مترقبة بالكاميرا 24 ساعة، إضاءة 24 ساعة، أبسط مقومات الحياة الكريمة لأي إنسان مش متوفرة. لما السجن مش جاهز ليه بتنقلوه؟ طيب الحقيقة وصلتنا لبرنامج آخر كلام صورتين لرسائل مسربة من داخل سجن بدر بتحكي عن الأوضاع. خلينا نشوف كده أول رسالة، الخط مش واضح قوي لكن أحاول أقراها لحضراتكم. السلام عليكم والدي الحبيب أمي الغالية، وحشتوني كتير، أنا بخير، جنبهم وببعد عن المشاكل، ما تقلقوش عليا، المهم عندي أنتم ابنكم. الحقيقة الرسالتين دول أتمنى أن هم يصلوا لمن كان له بقية من إنسانية في هذه الدولة وهذا النظام المجرم. خلينا نشوف تفاصيل أكتر عن الانتهاكات في سجن بدر في هذا الفيديو. طيب عشان نعرف تفاصيل اكتر عن سجن بدر الجديد خلينا نرحب بضيفي عبر سكايب الاستاذ خالد بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الانسان. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا دكتور كريم. يعني ايه اخر المستجدات؟ ايه اخر حاجه وثقتوها من انتهاكات في سجن بدر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك ومشاهديك الكرام. في الفتره الاخيره وخاصه الاسبوع الماضي بدات ترد الينا شكاوى عديده توضح الوضع الحقيقي داخل سجن بدر، وأصبحت كما يقولون عادت ريما لعادتها القديمة، وعاد التعذيب والتضييق على السجناء بعد أن يعني كانت هناك حالة من أمل لدى عدد كبير، خاصة مع الفيديو الترويجي الذي روجته وزارة الداخلية عن سجن العقرة، عن سجن بدر، ظن الناس
او يعني تمنى الناس ان يكون هناك حاله اخرى في التعامل، ان يكون هناك يعني تخفيف حده التضييق والتعذيب والمعامله السيئه داخل السجون ومقر الاحتجاز. ولكن الاسبوع الماضي رسائل عديده وصلت عبر وسائل متعدده، سواء ما ادلى به ابن الدكتور عبد المنعم مفتوح الذي رفض الزياره وخرج من الزياره حمارا، الزياره تتم عبر تليفونه ومن خلال وضع زجاجي، ووصف الدكتور عبد المنعم الوضع بانه قاتل. ايضا تحدثت اسره زياد العليمي واشتكت من المراقبه على مدار 24 ساعه عبر وسائل مراقبه داخل الزنازين، ويعني واستاءوا جدا جدا من قضيه ان يراقب الانسان 24 ساعه داخل الزنزانه حتى في نومه وفي قيامه وفي كل حركاته، اصبح الامر غير طبيعي. تحدثت ايضا ابنه صفوان ثابت عن الشفاطات التي تستخدم بصوره غير طبيعيه، ثم جاءت الرساله التي يعني تعرضت حضرتك لها الان من داخل ايضا سجن بدر، ليؤكد بما لا يدع مجال للشك ان سجن بدر صوره اخرى من سجن العقرب، لا يختلف كثيرا. يعني تحكم الامن الوطني مره اخرى في زمام السجن. من الواضح ان هناك كانت رغبه من بعض الضباط ان يكون لمصلحه السجون دور رئيسي داخل السجن الجديد، يعني ليحاولوا ان يمحوا صوره سيئه عن مصلحه السجون بصفه خاصه خلال السنوات الماضيه، ولكن انتصرت او يعني ارتفعت يد الامن الوطني وعاد للسيطره من جديد. فكانت الانتهاكات في سجن بدر فضلا عما ذكرنا يعني هناك الان ما زالت الزياره تتم بصوره ضعيفه جدا لفرد واحد في الاسره، ما زال الناس يعني الزنازين ان كانت واسعه نوعا ما ولكن المراقبه طوال اليوم، ما زال الطعام المسموح به طعام قليل جدا، ما زال عدم السماح بالادويه يعني امر مستمر حتى الان. اذا لا جديد، ما زال من هو منعت عنه الزياره في العقرب ما زال ممنوع عنه الزياره داخل سجن بدر، يعني لم ينل احد ممن نقلوا من سجن العقرب الى سجن بدر الحق في الزياره حتى الان، مما يؤكد ان يعني مصلحه السجون رضخت لطلبات الامن الوطني، وعاد الامن الوطني ليضغط من جديد على السجناء وليعاملهم بنفس المعامله التي كانت تتم في العقرب. ولكن الان حتى الذين نقلوا من سجون اخرى سواء وادي النطرون او بعض سجون طرق اصبحوا يعانوا من نفس المعامله التي عممت على الجميع. سجن بدر يعني يعتبر يمثل صورة أخرى من سجن العقرب وسجن الوادي الجديد، ولا جديد في السياسة المتبعة من وزارة الداخلية تجاه المعتقل المصري حتى الآن. شكرك شكرا جزيلا خالد بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، كنت ضيفي عبر سكايب.